قتلا وظلم، قهرا واعتقال، انتهاك للحرمات مع دموع من دماء حرة من الحرائر في محافظة حلب من عشرات البنات اللواتي تم اعتقالهما على أيادي عناصر النظام الفاسد فقط لأنها أرادت حريتها. ستروي علينا الآن قصتها خلف تلك القضبان. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي فاطمة من محافظة حلب، بدرس في جامعة حلب. وطبعا كنا نحن بجامعة حلب بنطلع بشكل يومي، بنتظاهر، بنطالب بالحرية. التظاهر كان بيكون بشكل سلمي وعفوي غالبا، بس قوات الأمن وحفظ النظام والشبيحة اللي موجودين دائما دائما بشكل مستمر داخل الجامعة دائما بيفركونا بالقنابل الغازية، وأحيانا بالرصاص الحي وبالضرب بالشتائم. نحن الحرائر بيعتدوا علينا أحيانا بالضرب وبكلام بذيء جدا وكبير. اعتقلت في واحدة من المظاهرات خارج الجامعة، ألقوا القبض علي 4 عناصر وصاروا يضربوني وبالشارع ويشحطوني. طبعا سمعوني كلام كتير يعني ما بينحكى أبدا، وبيهددوني بانتهاكات يعني موقف صعب إنه أشرحه، يعني اللي بيشوف ممكن اللي بيسمع. أخذوني على الفرع وهنيك ضليت فترة عندهم. بعد 3 أيام لحتى عرضوني على التحقيق. طبعا هال3 أيام بدأت فيهم الوي، يعني لا نوم لا أكل، ضرب، إهانات، تهديدات إنه يعتدوا علي. بعدين حولوني على التحقيق، هنيك كمان عم بشيل عيوني وحققوا معي بطريقة كتير كتير يعني ما فيني أوصفها بأي كلمة، يعني كتير دنيئة لأبعد الحدود. اتهموني إنه أنا كنت عم بتظاهر بشكل سلمي تام، فهن اتهموني إنه أنا كان معي أجهزة متفجرات، وكان معي أنا بجيب، اتهموني إنه أنا على علاقة مع الشيخ العرور، وصاروا يسبوا عليه قدامي يعني استفزاز إلي. يعني ما فيني احكي اوصف الحال اكثر من هيك، انه يعني كان اكثر شيء الكلام، الصوت العالي والبهدله والكلام البذيء اكثر شيء كان مسيطر عليهم، غير الضرب والاهانات والتهديد انه حتى يعتدوا على عائلتي. بعد عرضي على التحقيق كمان ضليت فتره عندهم هيك، ضرب جوات الزنزانه. الزنزانه طبعا كان في كثير بنات، نحن بنطلع كل زنزانه الارض مترين بمتر، في مجموعة كبيرة ما في مجال إنك تقعد فيها. قديش عدد البنات اللي جوا بالسجن؟ كان في عدد كبير من البنات وكله كانوا نفس القصة، إنه بينضربوا وبينهانوا هيك. تقريبا يعني أنا كنت بزنزانة، ما أول شيء حطونا بوحدة هي اسمها منفردة، بس ما أنا منفردة فيها، شيء تقريبا شيء أكتر من 15 بنت. يعني وضع سيء جدا 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 لأبعد الحدود. في شي كمان تحبي تضيفي؟ أنا بحب أقول إنه لكل الحرائر اللي خايفين إنه يطلعوا أو خايفين من الاعتقال، نحن كل ما اعتقلونا رح نزيد قوة، وكل ما مسكونا رح نرجع نطلع، مهما أخذوا منا رح نرجع نطلع، وهذا الطريق نحن ماشيين فيه إلى نهايته إن شاء الله، إلى حتى إسقاط النظام. ودماء الشهداء اللي راحت ما راحت هيك سودان، رح ناخذ بطارهم كلياتهم بإذن الله. يعطيك العافية.